احنا عاملين واحد الاجتماع هذا اتحاد الجمعيات والمدربين، وحنا تكلمنا على كل شيء، على الجمعيات والرؤساء وعلى المدربين. والحمد لله عطانا السيد كتيب العام عطانا كلمة شرف، وهذه كلمة هو غنتوصلوا بها في الجروب كاملين به، واللي ما عجبتوش يجي هذا حنا كنتواصلوا مع بعضنا بحقه يعلق عليه. وشكرا، ويمكننا نتصرفوا دابا. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله من واحد وقفة احتجاجية مع رؤساء الأندية والجمعيات الرياضية، والحمد لله جبرنا واحد أذن صاغية من السيد كاتب العام وعملنا مع واحد الشيماء، خرجنا بواحد النتيجة مرضية اللي غيكون فيها واحد الشد ديال الأسبوعين وجميع القاعات الرياضية، وغنفتحوا منها وطلبوا منا باش نقوموا بواحد الدور، غنشوفوا واحد المجموعة ديال الجمعيات غيكون عندها اتصال مع الولاية باش غنخرجوا نعملوا واحد الدورات التأسيسية داخل الأحياء الشعبية. وشكرا. الوضع ديالنا هو 4 شهور حنا مسدودين، ضرينا بزاف، وكل نادي نادي عنده عائلة ذكرى الماء الضوء، وعاد عنده العائلة ذكرى والماء الضوء والدار والمصروف، مابقيناش باش نقدروا على هادشي هذا. كنشوفوا دائما حنا كنتسقسوا جميع الشباب المريضه ما كتهضرش علينا، الجامعه ما هضرتش علينا. ملي عملنا الاحتجاج هنايا الوقفه الاحتجاجيه كنا عند الكاتب العام، قال لك حاليا اللي جات قرار من عند الحكومه من فوق من الرباط، وغادي نشوفوه على حسب المستوى ديال المدينه. واش ما طلعت راه حنا غنكون جديدين عندنا اسبوعين، ولا ما طاحت راه يمكن على اسبوع. حنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش هاد الناس المسؤولين اللي يساعدونا ويكونوا معنا. راه المدربين مساكن عندهم غير الله والرحمه ديالو، ما بقى عندهم لا مصروف باش يخلط طلع عليه، ما كاين اللي طالع عليه 5 شهور 6 شهور ديال الكرا ديال الدار ديال الماء الضوء المصروف ديال الوليدات، ما بقاش باش يصرف. كنطلبوا من الله باش الوالي يتعطف مع هاد الجمعيات كما حلين جميع المقاهي، كنشوف يمكن واحد الزحام بيسينات، باش نقول لك من بعد الزنقه الاسواق عامره، وحنايا مقصيين ما عرفناش حنايا. وحنا الدور ديالنا مهم في التربيات البدنيه داخل كل حي داخل، عندنا واحد مجموعه الشباب اللي كنوعيهم لا من ناحيه المخدرات لا من ناحيه الوباء اللي كيدور. كنقولوا ديما الساجب شو اللي يعمل الكمامه ديالك، ما تخلطش ما تعملش. وكنطلبوا من الناس السلطه حنايا تحت الاشاره، لا العصبه ولا الجمعيات الرياضيه ديال الكاراتي ولا التايكوندو ولا المهن الاسان، يجيو عندنا للحي ديالنا وندوروا معاهم تطوعا، ما كاين حتى شي مشكل. حنايا دائما فابور لنا، حنا اللي كنطلبوا منهم كما خدامين الناس كاملين، حتى حنايا نخدموا ما طالبين منهم لا دعم لا حتى شي حاجه. حنايا غير يخلونا نخدموا كما خدامين القهوه والبيسينات والبيران وسير والسوبر مارشي، حتى حنا نخدموا معاهم وما ينساوناش. حنايا راه حنا عندنا واحد الدور مهم في الدور في القضيه ديال الحي ديالنا. راه عندنا واحد الحي كل واحد السكينه ديالنا، حنا السكينه ديالنا كذا، راه عندنا واحد مجموعه الشباب اللي متعطات غير المخدرات والباري وسير الانواع ديالها، وراه حنا كيجي من عندنا الكلوب كيعزوا علينا، وكيجي من عندنا الاباء ديالو اللي هو ما كيوقرش الاب ديالو، كيوقرنا كمدرب ديالهم، وكنبقاو نعطيهم التدريب والخدمه، وكنخلصوا صالح لا الحي ديالو ولا المجتمع ديالنا الوطني، وكيولي بطل ان شاء الله. وكنشاركوا جميع التدورات جهويه ولا وطنيه، وعندنا ابطال في مدينه طنجه ولا الحي مني مكاده، وانا كنأيد الدري مني مكاده. السلام عليكم ورحمه الله. حنا جينا اليوم للمستخدمين ديال نادي طنجيم، اللي المساحه ديالو تقريبا 2500 متر، وعطونا السلطات ديال الولايه باش نخدموا بواحد الاجراءات احترازيه، المسافات ديال التباعد، مسائل ديال التعقيم في الدخله ديال النادي. ولكن كنتفاجئوا مؤخرا بالصدر ديال القرار ديال التوقيف، وما استثناوش حتى شي نادي، كيف النادي اللي كبير وكي عنده الاجراءات الوقائيه ديالو، كيف الانديه الصغار. وهاد النادي هذا راه كيشغل تقريبا واحد 30 مستخدم بما فيهم مدربين، الناس اللي مسؤولين على النظافه، الناس اللي مسؤولين على الكوميرسيال.
وهذا القرار هذا مجحف لا بالنسبه لاصحاب الانديه ولا بالنسبه للمستخدمين. كاينين المستخدمين اللي مساكن عندهم حتى هما مصاريف ديال الكراء. كاينين اللي خدامين معنا امهات خدامين في المسائل ديال التنظيف. كاين عاود اللي مدربين الله يحسن العوان. كاين اللي عنده وليات يلاه تزادني الوليات ديالو. كاين اللي مزوج. كاين اللي خدام على والديه. وهذا القرار هذا كيبان لي مجحف حق اصحاب الانديه وحتى المستخدمين والمدربين كاملين. هذه الوقفه كتجي في اطار ديال النضالات اللي كتقوم بها الجمعيات الرياضيه في على صعيد طنجة، لانه كما فهمكم ان القرار الاخر اللي جا هو اغلاق القاعات الرياضيه وملاعب القرب، رغم ان القاعات الرياضيه وملاعب القرب ما فيهمش الدخان وما فيهمش بحال قهاوي ماشي مغلوقين يعني اماكن الرياضه. ما فهمناش هذا القرار شنو المنطق وشمن شكون هذا الخبير اللي عنده هذا العلم باش يمنع هذه القاعات، لان هي اللي كتحارب هذه الامراض بحال هكذا وكت شي بحال المقاهي والمطاعم، لان انت تعرف كيف كيتمارس المقاهي والمطاعم. كنت كنتمنى انه يكون على الاقل تكون مساواه في القرارات. كنظن المقاهي والمطاعم عندهم اللي كيدافع عليهم، قطاع الرياضه ما عندوش اللي كيدافع عليه. كذلك كنتمنى من المسؤولين انهم يشوفوا، لان هذا القطاع كيخدم واحد الشريحه كبيره من المواطنين اللي اغلبيه ديالهم كيخدموا على الوالدين ديالهم ولا الاولاد ديالهم. كنتمنى يشوفوهم بعين الرحمه. وشكرا.